نحن ذا؟ برج كبير على بركان. يبدو أن النهاية قريبة. ها لست متزمتا، لكن أنفق إيفري الكثير على الأبراج. ماذا كان ليخسر لو صنع سوف ألقي نظرة. لم أخبرني بالتمثيل إلى كذا. النصف. ماذا؟ إنه لا يعرف سوى سرقة جانسوي. قيمتها 400 مليون. صحيح، لكن كانت نظرية نيثان صحيحة. عليك أن تقرر لأن قيمتها 100,000. يجب أن تقرر قيمة العملية. أتوقع أننا سنصبح. حسنا، إذن طريق منطلق. أنت بخير؟ كنت في حال أفضل. اخرجنا من هذا يا تماسكة. أتمنى أن نخرج بسلام وأن ننجو من الموت لننعم بحياة النادية. كان ذلك ممتعا. سأخبر طبيبي النفسي عن تلك التجربة. أترى طبيبا نفسيا؟ لا، ولكن سأفعل بعد هذه التجربة. كفى، أنتما تبالغان. كنت أسيطر على كل شيء. تمسك بشيء ما. والآن هيا بنا ندخل. فلنذهب ونحصل على الكنز. لا مرور من هنا. سام ساعدني. نعم. فلنرى ماذا لديك. يبدو أن هناك شيئا ما هنا. سام؟ نعم، فلنفعل هذا.
إنه مغلق. فلنلقي نظرة. هاي احترس مع ذلك يا فتى. انتبه. يراهن كثيرا على هذا. قادم. انظر لهذا القديس ديزما، تقابلنا ثانية. إذن ماذا لدينا؟ رموز أكثر. وهذا هو إيفري توماس تو، وهذا هذا آدم بولدريدج، هذا جوزيف فارو وريتشارد وانت. قباطنة القراصنة. فكرت في نظرية تجمع القراصنة لم تكن بعيدة عن الحقيقة. حسنا، ما السر هنا في رأيك؟ هل ندفع زرا أو نسحب شيئا؟ ربما إحدى الأذرع أو لتحاول. اسمع، عندما تنتهيان من العبث بالقديس ديزما المسكين، تعال يا وألقي نظرة على هذا. شبه منحرف، واضح أنه يمثل البركان. التاج هذا خليج الملك. لدينا خريطة أيها السادة. فيكتور أنت عبقري. هل سمعت عنيت؟ عبقري. نعم نعم. حسنا، إن كنا هنا فالبرج يصطف مع رمز إيفري. حسنا، إذا الرموز الأخرى؟ إنها الأبراج من عهد إيفري. أعني لا بد وأن الكنز في أحدها. نعم، ولكن أي منها؟ أمامي 12 برجاً. هي فيكتور؟ ها؟ هل بدأت في تدخين السجائر؟ يبدو أننا لسنا أول الحاضرين. انفجار مشيك. وضع يمكننا الهجوم. عتباً، إنه كمين. أجل. لا
تتساهلوا، هم محاصرون. لنأمل هذا. أنت بخير؟ نعم نعم بخير. سام. نعم أنا هنا. ماذا تفعل؟ أتأكد من بعض الشهود. تبا انظر لهذا. اكتشفوا الأبراج أيضا، المواقع، الرموز، الأعمال. والآن ماذا؟ والآن ماذا؟ الآن قضي علينا، لأننا ثلاثة فقط، وبالتأكيد عددهم ضخم ويسبقوننا بخطوة. ولكن لا يعرفون أي الأبراج المنشودة. رائع يا نيثان، لا نعرف البرج. بل نعرف. انظر، إنه مهترئ، إنه مطابق. أنت واثق؟ لأنه قد يكون هذا أيضا. دباً. ومع ذلك فإن اثنين أفضل من 12. حسناً، سأفتش هذا البرج وأنت وسولي فتش ذلك. لا 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 لا، رجال ريف يغطون كل تلك الأبراج. بالضبط، ولهذا إن كنا نريد أي فرصة فعلينا أن ننفصل. فلتنتظر قليلاً يا سام. إنه محق، البرجان في طرفين متعاكسين في الخليج. اللعنة. استدعينا إن قبلت أيا من أوغاد شورلاين. ها؟ أراك قريبا. هيا يا نيت، يجب أن نسرع. نعم. حسناً، ها هو البرج. أتظن حقاً أن كل ذلك الكنز سيكون متاحاً في وسط السوق؟ سيكون ذلك جنونياً، لكننا رأينا جنوناً من قبل. هذا صحيح. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez encore cultivé les produits volés? Délicieuses pommes, 100% bio pour les meilleurs. C'est combien? Le pot c'est à côté des autres. Et vous n'utilisez pas des plastiques? Passez de moi à chercher. J'ai finalement. Je ne sais pas. Mais plus chez moi, j'ai tout fait. Je ne sais pas comment tu fais. Hey, attention! Je ne vois pas la même chose. Je suis vraiment désolé. إنه محق، الرائحة شهية. Regardez où vous allez. Est-ce que ce sont des haricots de limo tropicaux? Oui, mais c'est content de vous avoir trouvé. Vous n'êtes pas à votre place habituelle. مغلق لنتسلل للداخل. بشكل سريع. أوضحت هذا بكلمة نتسلل يا زعيم. صالي، أقترح العبور من هنا. سيفلح هذا. لا إلهي، الطريق طويل من الأسفل. أنت بخير في الخلف؟ حافظ على سرعتك وسأحافظ على سرعتي. على الأقل لديك مشهد رائع. فلنرى ما لدينا. رمز إدوارد إنجلاند كما نصت الخريطة. عما نبحث إذن؟ سؤال وجيه.
طويل جدا. نعم هذا صحيح. ماذا تعتقد؟ عقرب رجل مع ريق كبير. رموز الأبراج الفلكية. انظر الأسد. والثور. أربعة على أربعة أجراس في الأعلى هناك. ندق الأجراس. لا تبت. هذا هو المكان. اطلب سام. في الحال. العقرب، الدلو، الأسد. أريد صوتي. هاي سام. يبدو أننا في البرج الصحيح. اتصل بنا. تغطية سيئة في هذه المدينة. لا داعي للانتظار. سأعود. يا ويلي. غير معقول. انظر إلى هذا يا صالي، الساعة لا تزال تعمل. نعم لقد لاحظت. والآن حاول ألا تتعرقل داخل تلك التروس. أكيد. أنت بخير؟ نعم حسنا. انتبه لأصابعك يا نيت. هل أقلق من الأرض؟ لا أنا بخير صدقني. أين سمعت هذا؟ برج الأسد. حسناً هذا عال حقاً. لم يفرح هذا يا نيت. جرب واحدا آخر. لم يحدث شيء.
نتحرك للتالي. علي تركيب الوزن.
لنتحرك. كان ممتعا.
هذا الدرس لا يفيدنا، فلتنظر خارج النافذة. لا 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 يا إلهي. أنت ذا. حسنا يا صالي، لقد وصلت. هذا سيكون في غاية الصخب. صالي انتبه. آسف، انكسر المقبض. سأقرع الجرس بنفسي. ها نحن ذا. يا إلهي. أهلا زلي. تبا، على الأقل فتحت الباب صحيح؟ هذه طريقة للقيام بالأمر. أنت بخير. حسنا. هاي انظر، العملة تريدها؟ بالتأكيد، ولم لا؟ لنرى ماذا هنا. لنأمل أن نعثر على أكوام من الذهب والجواهر. سام، أخيراً، أنت بخير؟ فتشت برجي، لم أجد شيئاً. نعم، نحن في المكان الصحيح. تحرك إلى هنا. أنت جاد؟ حسناً، أنا قادم. إنه قادم. جيد. صالي سبقتك. واو، انظر، هل هذان هما الرجلان؟ نعم، هنري ايفري وتوماس تو، شريكان في المؤسسان. مؤسسة ماذا؟ أسوأ النابشين على الإطلاق. هذه رموز ايفري وتو، ولكنها مختلفة قليلا. نعم، عليها أنماط النجوم. إنها تدور، ما الطريق الذي ستسلكه؟
انتظر قليلا. مزيد من الرموز. آدم بولدريج، آن بوني وكريستوفر كوندن. هناك الكثير من التباديل. رأيي أن نرى أين يقود ذلك الباب. ما زلت آمل في العثور على كنز. أنت وأنا. انظر، كنت محقا، بولدريج، بوني وكوندنت. رائع، لكن لماذا هم هنا من الأساس؟ لنكتشف الأمر. صحيح، كان كوندنت يعرف باسم بيلي وحيد اليد. لقد صنع واحدا. ها، كان شعر بوني أحمر. نعم. لا، ما ذلك الشارب؟ مذهل تقريبا كشاربك. لا بأس به. لا. هاي نيت، انظر، نمط نجوم آخر، المعطف. لا، إنها كالتي على رموز إيفري وتو في الغرفة الأخرى. أنت محق. نمط آخر للنجوم. نعم، ولكن هذا مختلف عن الأول. نعم صحيح، أحسنت. شكرا لك، أنا لست مجرد وجه وسيم. ما رأيك؟
رموز إيفري وتو اصطفت النجوم على هذه، أتذكر؟ هذه ستصطف أيضا. إنهم لا تعرف كان عدد القراصنة كبيرا جدا. نحن عالقون. لا لسنا عالقين. أعطني هاتفك. هل ستستعين بصديق؟ تقريبا. سأراسل أخي.
هناك. أتعرف؟ هذه لوحات جميلة حقا. إن لم نعثر على الكنز نبيعها لمتحف ما. لنعثر على أنماط النجوم. كنت أقول فكرة فحسب. مرحبا، أما زلت في البرج؟ نعم نزلت للأسفل، ما أمر الصورة التي أرسلتها؟ سأشرح لاحقا، فلتخبرني بطريقة الترتيب. حسنا، الدلافين لريتشارد وانت، الرمح الثلاثي لجوزيف فاريل، والثنائي بالمقبض لويليام ميز. ابقى في مكان فيه استقبال قوي، سأحتاج مساعدة. نيثان، هل عثرت على الكنز؟ ليس بعد، لكن لدي لغز ميكانيكي أحله. صالي ساعدني. حسنا شكرا. هي مستوية؟ من يهتم بهذا؟ أنا أهتم. ريتشارد وانت كان قبطان سفينة دولفين. يا إلهي انظر إلى وجه فاريل، أظنه يفضل التواجد في مكان آخر. لا هناك.
ما لدينا هنا؟ أشعر بالصدمة لأنك لا تعرف هذا. بل أعرف، ولكني أريد التأكد من أن سام يعرف، لأنه يحب الشعور بأنه مفيد. بالطبع. ماذا حدث هنا؟ سقطت شعلة أو ما شابه. هيا لنرى ما تبقى. لا أعرف هذا الرجل، يبدو أصغر من القراصنة الآخرين. رد على يا سام. أترى يا صالي، اتضح أن سام لا يعرف كل شيء أيضا. الشماتة لا تليق. أعرف، لننظر إلى اللوحات. بلا اسم، زي الرجل يبدو مغربيا. ها،
يزيد البصرة. يبدو هنديا. قريب. مغولي. انتظر، أليس المغول هم من سرقهم إيفري؟ الشرف بين اللصوص. نعم، وكأن الأمر هكذا. لا، اثنين إدوارد إنجلاند، رجل صغير شجاع. ثلاثة. وجدت النجوم، لكن من أنت؟ ماذا نواجه؟ لا أعرف بعد. ربما نرسلها إلى سام. حقا؟ هاي، أنت الذي قلت إنه خبير القراصنة. مجرد رأي. واحدة. الثانية والأخيرة. حسناً، لنرى ماذا لديه. أتعرف إن هذا يبدو. انتظر. ماذا تفعل؟ التقطت الصورة توّاً. أمسك. لم يكن لدى أتباع إيفري هواتف ذكية، ها؟ طبعاً. فغالباً هذه وسيلتهم للوصول للدليل التالي. هذه أدلة. نعم، أرني. فوالا. حسناً، قد تكون هذه رياحاً تجارية، وهذه تبدو كخطوط العرض. نعم. أعتقد أننا سنحزم حقائبنا ثانية يا فتى. ماذا؟ بروديوس كودليسنشا. لا لا، مستحيل. مستحيل ماذا؟ يا إلهي، الأمر واضح. نيت، لما لم أرى هذا من قبل؟ يا إلهي، كف عن التعامل بعبقرية. عم تتحدث؟ انتظر سام، معك الصور؟
أنا أتصل بما كنت أظن أنه هاتف سوليفان، ولكن انظروا من يرد. أهلا نيت. مرحبا. مرت فترة، كيف حصلت على الرقم؟ كتبه سوليفان أثناء إحدى الحفلات؟ أتمنى. لم أكن لأتكلف الكثير عندئذ. لا لا، دفعت مبالغ كثيرة للعثور عليكما. أجل، آمل ألا تكون دفعت الكثير في مسألة إيفري، إن المنافسة شرسة. نعم، قمت ببعض الأشياء البارعة هناك، لكن المهم هو من سيصل إلى كنز إيفري أولا. يبدو كريهان. ني، تعرف حبي للمغامرة، لكن شريكتي فإنها تفضل تخفيف المخاطر غير الضرورية. واو، ريف أدلر يتلقى الأوامر من آخر. تغيرت الأحوال كثيرا. اسمع يا نيت، سأقدم لك عرضا لمرة واحدة. اترك كل شيء، عد إلى الوطن وأكمل حياتك، وسأتسامح وأنسى للأيام الخوالي. إن هذا يبدو عرضا مغريا يا ريف، لكنني عادة لا أقوم بالانسحاب وأنا في المقدمة. حسنا، بروديس كود لسنشيا، للعدل والحرية. صور جميلة يا نيت، تصوير جيد. اخترقت هواتفنا. وأنت سرقت صليبي. اسمع يا نيت، إن كنت بنصف الذكاء الذي تظنه فستقبل عرضي. ما ردك؟ رغم سعادتي بالتواصل معك، ولكني سأرد على هذا الاتصال. حسنا نيت، شيء آخر. نيت، ماذا؟ أنت تعرف أن هواتفكم بها نظام تحديد المواقع، صح؟ أراك قريبا. دعني أخمن، مسلحون أتون إلى هنا؟ سام، للعد والحرية. نيثن، هل تفهم معنى هذا؟ سام اسمعني، ابتعد عن الشوارع الآن وحطم هاتفك. ماذا يحدث؟ ريف يعرف مكاننا، ابحث عن مكان الاختراق. سام، سام، اللعنة. هي، سأعوضك.